السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام صالح الأعمال إن شاء الله. عند القيام بالطباعة هناك من يريد أن يطبع الملف على لواحق أخرى، مثلا يكون تصدير الملفات على شكل وورد أو إكسل أو PDF. في هذه الخاصية نختار مباشرة، نذهب إلى القائمة من هنا، في هذه القائمة التي تتبع هي التي هي للطباعة. من هنا نختار قوائم التصدير في الطباعة. هنا لدينا Fast Report 6 Export. في هذه القائمة نختار الملفات التي نريدها، يعني ملف الإكسل أو PDF أو BMP صور أو أي لاحقة التي نريدها. نختار احنا عادة أغلبية الاستعمال لدينا مثلا الإكسل، سواء الإكسل من دميسات فما فوق أو قبله. هناك من دميسات فما فوق، نختار الإكسل فما فوق، هذا الإكسل دميسات وما قبله. نختار يعني هذا ملف الوورد، سوف نختار الوورد دوك. هنا لدينا رمز الوورد، نختار الوورد ونختار PDF ونختار ملف للإكسل. الإكسل هذا الإكسل يعني من دميسات وما قبله. أو نختار هذا الإكسل، يعني نختارهم للإثنين، الإكسل دميسات وما بعدهم. هذا هنا رمزه بالرمز الأزرق وهنا بالرمز الأخضر. ونختار ملف نوع PDF، نختار مثلا PDF هذا نوع PDF. نقرب الصورة لنرى الرموز. هذه أربع ملفات. هنا لدينا الوورد، الإكسل دميسات وما بعد وما فوق، وهنا الإكسل دميسات وما قبله، وهنا PDF. هذا ما نستعمل في هذه في عملية الطباعة وعملية تصدير اللواحق لهذه الملفات. فقط نحفظ الملف ونقوم بعملية الطباعة. هكذا نقوم بعملية طباعة القائمة. تأتي القائمة التي استعملناها سابقا، سوف أقوم بعملية حفظ الملف. هنا تأتي كما ترون، تأتي مايكروسوفت وورد دميسات، وهنا الإكسل قبل دميسات، ولدينا PDF. هنا لدينا الوورد، عفوا، هنا لدينا الوورد، وهنا الإكسل يعني قبل دميسات، والإكسل بعد دميسات وما فوق، وهنا PDF. مثلا نريد أن نطبع الملف PDF، نطبع بهكذا. تأتي هذه النافذة، فقط نستعمل أوبن هنا لفتح الملف. نقول له أوكي. نحفظ الملف، نعطيه اسم، مثلا نعطيه 1 1 هكذا، ونضعه في سطح المكتب لنراه فيما بعد. نقول له سيف هكذا، ويقوم بعملية فتح الملف. هنا لقد فتح الملف بالPDF. ها هو رمز هنا PDF. مثلا نريد أن نطبع الملف بلاحقة الوورد هكذا، لاحقة الوورد، نقول له بفتح الملف هكذا. نقوم بعملية فتح الملف وأقول له جميع الصفحات، أقول له أوكي، وأعطيه اسم مثلا 2 2 2، أضعه كذلك في سطح المكتب وأقول له سيف. سوف يقوم بعملية فتح الملف الوورد، وهنا استعمله كما ترون هنا هكذا. نستطيع أن نغير فيه، هو عبارة عن ملف وورد.
نغلق الملف كذلك، نغلق الملف وكذلك نحفظ الملف مثلا يعني إكسل. هنا لدينا الإكسل هكذا، ونقوم بعملية دائما نقوم بعملية الفتح من هنا لكي يفتح الملف. نعطيه مثلا 3 3 هكذا، أقول له سيب. ها هو لقد فتحه ببرنامج الإكسل. هذه عملية سهلة، يعني لا تتطلب إلا فقط وضع المكونات ونوع المكونات، يعني نوع اللواحق التي نريدها فقط من القائمة، قائمة Fast Report Export. هذه القائمة التي تحتوي على اللواحق التي نريدها. عندما نذهب إلى سطح المكتب مثلا، نذهب إلى سطح المكتب، ها هي الملفات التي خزنتها. هذه هي الملفات التي حفظتها على شكل الوورد وشكل الإكسل وشكل بي دي اف كما ترون هنا. نفتح مثلا بي دي اف، ها هو ملف بي دي اف. نفتح الإكسل، ها هو ملف الإكسل، ونفتح الوورد. إن شاء الله أنكم تستفيدوا من هذه الفكرة، وهي طلب من أحد الأصدقاء. إن شاء الله أن تكون فكرة مفيدة، وادعمونا بالاشتراك في القناة ووضع اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.